بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده يا أولاد نشوف مع بعض النهاردة الدرس التاني معانا في الشرح بتاعنا في الكوارتر الرابع، وهو درس بعنوان آداب سامية. وطالما احنا قلنا كلمة آداب سامية وهو عنوان الدرس النهاردة، احنا قلنا ان احنا بنركز في عنوان الدرس لان بنفهم منه حاجات كتير. كلمة آداب معناها يعني الحاجات او الاشياء الطيبة او الحاجات الجميلة اللي احنا المفروض نعملها، وكلمة سامية يعني عالية. فاكيد معنى كده ان في حاجات او نصائح هنعرفها لو هننفذها ونعملها هتبقى شيء جميل جدا وهتفيدنا في الحياة وفي كل حاجة. طيب، بيقول لي السؤال في البداية كده: هل يليق بالانسان ان يتكبر على اخيه الانسان؟ يعني هل ينفع ان انسان يتكبر على اخوه الانسان؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان الغرور والتكبر ده شيء سيء، واتكلمنا عنه كمان في الحصة اللي فاتت او في الدرس اللي فات، ان احنا ما ينفعش ان احنا نتكبر على حد، لان التكبر هيعمل نفور بين الناس وبين بعضها، يعني هيعمل تباعد، هيخلي الناس تبعد عن بعض، هيخلي ان انت متكبر عليه مش هيحبك، حتى انت نفسك هيبقى عندك يمكن احساس مش كويس. خلاص، طيب تعالوا نشوف النهارده الدرس بتاعنا بيحكي عن ايه وبيتكلم عن ايه. بيقول لي اقرأ اللي جاي ده. بيقول: ان استقامة الحياة ترتبط بطاعة الله في كل الامور. يبقى علشان الحياة تبقى مستقيمة والحياة تبقى جميلة وماشية معاك كويسة، شرط عليك اساسي انك تكون بترتبط بطاعة الله في كل الامور. يعني مثلا اعيش حياتي كلها طاعة الله بس، ما هي اصلا حياتك كل حاجة في حياتك مرتبطة بالله، كل شيء في حياتك مرتبط بربنا، كل شيء اي حاجة بتعملها مرتبطة بربنا، وكل حاجة هتلاقي ربنا فيها هو طبعا اللي خلقها لك، ربنا هو اللي اداها لك، نعم كلها من نعم الله. فانت طبيعي لما تكون بتستخدم الحاجة بتاعت ربنا لازم تشكره عليها، لازم تحبه عليها، لازم لما يقولك على حاجة تعملها تعملها، ولما يقولك على حاجة ما تعملهاش على طول ما تعملهاش وتبتعد ايه عنها. طب ليه كل ده؟ حتى يفوز الانسان بالرضا النفسي. لان انت لما تعمل كل اللي احنا قلنا ده هتبقى عندك رضا نفسي، تبقى مبسوط، تبقى سعيد، راضي عن نفسك، عن علاقته بربه وبالمجتمع الذي يعيش فيه. والاب حريص دائما على ان تكون حياة ابنه غنية بالاعمال الصالحة. دايما كل اب يحاول ان هو ينصح ابنه، دايما كل اب يحاول يفهم ابنه ايه الصح وايه الخطأ، علشان تبقى حياته مليانة بالأعمال الصالحة المفيدة له وللناس. ولقمان، سيدنا لقمان كنا اتكلمنا عنه قبل كده، هنتكلم عنه تاني النهاردة، لأن هو حكيم ادى لابنه نصائح كتير جدا جدا جدا. ولقمان ينصح ابنه بنصائح عظيمة تبينها الآيات التالية. طيب هنعرف النصائح دي من فين؟ في آيات كريمة، ثلاث آيات أو أربع آيات من القرآن الكريم. تعالوا كده نشوف مع بعض أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. يبقى قال له تاني كده واحدة واحدة مع بعض: يا بني، بينادي عليه، اسلوب نداء، يا بني، اسلوب نداء، أقم أقم، يبقى ايه ده؟ اسلوب امر، بيقول له اقم، بينصحه، بيقول له اقم الصلاة
وأمر. أؤمر، أؤمر ده أسلوب أمر برضو بينصحه. أؤمر بإيه؟ بالمعروف، يعني عرف الناس إن هي تعمل الحاجات الصح، ما تقولش لحد على حاجة غلط وتجبره إن هو يعملها. وانهى عن المنكر، انهى دي اللي هو انهي الناس، يعني قول لهم لا ما تعملوش، لا ده مش كويس ما تعملهوش كده. انهي عن المنكر ده برضو اسلوب ايه؟ امر. المنكر اللي هو الشر او الذنب. طيب واصبر، اصبر يعني اصبر، خليك صبور، اصبر ده برضو اسلوب امر. واصبر على ما اصابك، يعني لما في حاجة تضايقك او حاجة تزعلك اصبر، اكيد اكيد الحاجة اللي ضايقتك دي هيجي لك وراها خير كبير. ان ذلك من عزم الامور، لان انت لما تعمل الحاجات دي اللي هي ايه، ان تقيم الصلاة، اقم الصلاة، وان تأمر بالمعروف، وان تنهى عن المنكر، وان تصبر على ما اصابك، كل ده من عزم الامور. وعزم الامور يعني قوة الايمان والحب لله. عزم الامور يعني احسن الاشياء وقوة الايمان والحب ايه لله. يبقى انا عندي فوق هنا في اول سطر ده هلاقي كلمة اقم، وكلمة امر، كلمة انهي، وكلمة اصبر، كل دول الاربعة اسلوب ايه؟ امر. طيب بعد كده بيجي يكمل بيقول له ولا تصعر خدك للناس. ولا تصعر خدك للناس، لا، لما يجي حد يقول لحد لا تفعل، معناها ان ده اسلوب ايه؟ نهي على طول. ده اسلوب ايه؟ نهي على طول. طب سيدنا لقمان بينصح ابنه بيقول له ايه هنا؟ بيقول له لا تصعر خدك للناس. لا تصعر يعني ايه كلمة تصعر؟ يعني لا تميل بخدك. فاكرين لما خدنا في النشيد بيقول له في رحاب الإنسانية بيقول له ولا تمل بوجهك عني، لا تمل يعني لا تصعر خدك عني، يعني ايه؟ يعني ما تتكبرش عليا، ما تبقاش مغرور وانا بكلمك، طالما انا بكلمك بص لي ورد عليا وتناقش معايا زي ما انا بكلمك من غير غرور. يبقى لا تصعر يعني لا تميل بوجهك. طيب ولا تمشي في الارض مرحا، لا تمشي في الارض مرحا برضو ده اسلوب نهي، ان هو بيقول له لا تكن مغرورا. كلمة مرحا يعني مغرورا متكبرا. ليه طيب؟ ليه ما صعرش خد للناس؟ ليه ما ملش بخد على الناس؟ وليه ما مشيش في الارض متكبر وانا مغرور؟ لان ان الله لا يحب كل مختال فخور. لان الانسان اللي بيعمل كده ده على طول ربنا ما بيحبهوش، لان هو بيكون انسان فخور، بيكون انسان متكبر، بيكون انسان مغرور، فاكر نفسه يمكن مخلوق من الذهب والناس مخلوقه من طين. لا، كل الناس مخلوقه من نفس النوع، كلنا انسان، كلنا انسان. طب بيجي يكمل اسلوب الامر بتاعه سيدنا لقمان مع ابنه بيقول له واقصد في مشيك، اقصد في مشيك يعني اعتدل في مشيتك، ما تمشيش كده تحسس الناس ماشيه اللي هو بقى ايه، يا ارض تهدم عليك ادي. لا طبعا، لا طبعا، كل الناس قد بعض، كل الناس متساويين مع بعض. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. اغضض من صوتك يعني اخفض صوتك، وطي صوتك وانت بتتكلم، ما تبقاش قاعد بتتكلم وسط ناس وصوتك عالي كده ومزعج، لا ده هيخلي الناس تبتعد عنك. واغضض من صوتك. طب ليه؟ لان انكر الاصوات لصوت ايه؟ الحمير. لان الانسان اللي صوته عالي ده وبيفضل يتكلم كتير والناس بتتضايق وتنزعج من صوته بيعمل ضوضاء، ده بي 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 بيتشبه بصوت الحمار. صوت انت لما تكون ماشي كده بتبقى سامع صوت حمار بتبقى متضايق منه لانه صوته عالي جدا طبعا. صدق الله العظيم. طيب تعالوا كده نشوف معاني الكلمات. طبعا احنا اتفقنا ان اقم الصلاة معناها اديها في اوقاتها كاملة الاركان، وكلمة المعروف معناها الطاعة لله والخير، وكلمة المنكر كل ما فيه معصية لله واللي هو الشر أو الذنب، ولا وكلمة تصعر خدك اللي هي تميل وجهك كبرا، يعني تميل وجهك كده وانت متكبر، وكلمة مرحا معناها مختالا ومتكبرا ومغرورا، وأقصد في مشيك معناها اعتدل في سيرك، اعتدل في سيرك يعني امشي وانت معدول كويس، اغضض من صوتك يعني اخفض صوتك، وكلمة انكر الاصوات بمعنى اقبحها او اللي هو يعني اوحشها، اقبحها
طيب تفسير الآيات اللي احنا خدناها فوق دي ايه؟ اللي هي شرحها، طبعا احنا شرحنا كل آية، ولكن تعال نقرأ برضو ايه التفسير تاني مع بعض. بيقول لي ايه؟ ينصح لقمان ابنه بنصائح غالية في حياته حتى يكون الله راضيا عنه ويكون محبوبا من الناس، فينصحه بإقامة الصلاة. أدي أول واحد، بإقامة الصلاة. ليه؟ فهي الصلة بين العبد وربه، وبها يطهر القلب، يعني القلب يبقى طاهر وجميل وطيب ولين. طيب وينصحه بإيه رقم اتنين؟ بطاعة الله. اتنين، طاعة الله، وأن يصبر على كل ما يصيبه. يبقى ثلاثة، وأن يصبر على كل ما يصيبه. ثلاثة، وأن يصبر على كل ما يصيبه. طيب فصبره دليل على قوة إرادته في مواجهة المصاعب. مش مجرد ما يحصل لك حاجة تضايقك ولا حاجة تزعلك في الدنيا تقعد تبكي، لا، اصبر وواجه. احنا مش اتفقنا قبل كده ان الانسان يواجه في حياته كثير من العقبات، فعليه ان يواجهها والا يستسلم لها. فاكرين مفتاح النجاح؟ طيب كما ينصحه بألا يغتر بنفسه، ادي رقم أربعة، عدم الغرور، ولا يختال متكبرا، فالله لا يحب المتكبرين، برضو ان هو ما يبقاش متكبر ومغرور. ويأمره ايضا بالاعتدال في مشيه وأن يخفض صوته في حديثه. يبقى الاعتدال في المشي خمسة، وأن يخفض صوته في حديثه ستة، فلا ينفر منه الناس كما يفرون من صوت إيه؟ الحمير. يبقى نقدر نقولهم كده تاني مع بعض من الأول الستة. طيب أول حاجة إقامة الصلاة، تاني حاجة الطاعة لله، تالت حاجة الصبر عند الأذى أو عند مواجهة الصعاب، رقم أربعة عدم الغرور والتكبر، رقم خمسة الاعتدال في المشي، رقم ستة خفض الصوت في الحديث. خلاص، رقم ستة خفض الصوت في الحديث. يبقى دول الست نصايح اللي اداهم سيدنا لقمان لابنه. وسيدنا لقمان كان عنده لقب او كان مشهور بكلمه الناس كان دايما تقولها له، كان دايما يقولوا له ايه؟ لقمان الحكيم، لانه كان عنده نصائح وعلم كبير جدا جدا جدا. فكان لازم ان احنا يكون عندنا جزء من العلم بتاعه ونتعلمه ونستفيد منه. وفي درس قبل كده برضو خدناه عن سيدنا لقمان، اكيد فاكرينه. وبكده يكون انتهى الدرس بتاع النهارده، سهل وبسيط جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم حاجه، حافظوا على الكتب يا اولاد، لان الكتب هنحتاجها فيما بعد، الكتب هنحتاجها فيما بعد ان شاء الله. تمام، وحاولوا تسمعوا الفيديوهات وتركزوا، وان شاء الله يكون لنا لقاء اونلاين، يكون لنا حصه اونلاين كده مع بعض، واللي عنده اي استفسارات او اي اسئله يسالها معايا. وباذن الله ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.